السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد حدايدي. إن شاء الله شباب في هذا الفيديو فتح صندوق لساعة أبل الجديدة أبل ووتش 8 بالمقاسين 41 و45، كذلك حنسوي مقارنة إيش الفروقات بينها وبين الإصدار السابع، وبكل تأكيد حنستعرض جميع مميزات الإصدار الثامن، وهل تستحق الترقية لو أنت تمتلك ساعة أبل ووتش الإصدار السابع أو لا. مبدئيا كده على السريع أعطيك معلومات سريعة حول الفروقات بين ساعات أبل. عندنا ساعات أبل في النوع الألمنيوم يجي منه بشريحة ويجي بدون، وعندنا النوع الستانلي ستيل يجي كله بشريحة ما يجي بدون أبدا، وعندنا إصدار الـSE اللي هو أقل مميزات وأقل سعر في ساعات أبل. فعندك ثلاث ساعات رئيسية بالإضافة إلى الموديل الجديد اللي هو الألترا، وهذا حيتوفر إن شاء الله في 21 من هذا الشهر، وبإذن الله برضو بيتم استعراض. الألمونيوم يتوفر بثلاث ألوان، الستانلس ستيل يتوفر بثلاث ألوان، وعندنا الألترا يتوفر بلون واحد. فبلاش أطول عليكم لأنه الفيديو طويل شوية، خلينا نبدأ الفيديو مع بعض. طيب يا شباب نبدأ ونقول بسم الله. عندنا اليوم ساعة أبل ووتش الإصدار الثامن، وحنشوف الفرق بينها وبين الإصدار السابع، وهل تستحق الترقية أو لا زي ما تكلمنا في بداية الفيديو. عندي هنا ثلاث ساعات، ساعة أبل ووتش الإصدار الثامن بالمقاسين 41 و45، وعندي ساعة أبل الـSE الإصدار الجديد. الـSE إن شاء الله حيكون بفيديو منفصل ونقارنه مع الإصدار الثامن ونشوف إيش الفروقات، ولكن في هذا الفيديو خلينا نشوف فتح الصندوق لأبل ووتش 8 ومقارنتها مع السبعة، وكيف تنقل بيانات الساعة القديمة للساعة الجديدة، وأهم مميزات الإصدار الجديد. فخلينا نفتح الصندوق مع بعض، كذلك الآيفونات إن شاء الله كلها بيكون لها استعراض كامل في قناتي ومقارناتها مع الآيفونات القديمة. طيب يا شباب، هذه هي علبة ساعة أبل الإصدار الثامن، تيجي هنا مكتوب أبل ووتش اللي هو شعار أبل ووتش باللون الأبيض. طريقة فتح الصندوق زي فتح الصندوق في العام الماضي، يجيك هنا رسومات للساعات وغيره. عندنا صندوقين بداخل الصندوق الأساسي، صندوق خاص بالسوار والثاني خاص بالساعة. عندنا ثلاث ألوان خاصة بالألومنيوم زي اللي معاي اليوم، هذا هو اللون الميد نايت. عندنا الساعة تيجي بهذا الشكل وبهذا التغليف. عندنا هنا كتيبات التعليمات الخاصة بالساعة، وعندنا هنا كيبل الشحن. طبعا هذه هي قاعدة الشحن الخاصة فيها، شحن سريع بتايب سي. والآن نفتح الساعة، هذه هي وهذا هو اللون، هذا هو لون الميد نايت، يعني تحسه كذا كحلي غامق، يعني أنا أشوفه صراحة أفخم لون. وعندنا العلبة الأخرى اللي فيها السوار، هذا هو، يجيك واحد طويل واحد قصير على حسب مقاس يدك، وهنا الطرف الثاني. طريقة التركيب جدا سهلة وبسيطة، فقط قربها بهذا الشكل وبتدخل على طول، وهنا نفس الشيء. خلاص الآن ركبنا الباند والآن شغلنا الساعة. الآن بمجرد أنك تفتح الآيفون، أي آيفون متوافق مع هذه الساعة، طبعاً الآيفونات المتوافقة هي اللي تدعم الإصدار الآي أو إس 16، فبتتعرف عليه الساعة مباشرة وبتسوي متابعة. الآن عندك الإعداد لنفسي أو الإعداد لفرد من العائلة، الإعداد لنفسي، والآن يبغانا نمسح بهذا الشكل، نجيبها على الساعة. خلاص الآن كتب لي مقترنة، الآن حنسوي متابعة. هنا جاري الاتصال بالأبل ووتش، قد يستغرق هذا الإجراء بضع دقائق، بننتظر عليه. الآن بنوافق على الشروط والأحكام. طيب الآن بننشئ رمز للدخول أو على راحتك، ممكن تختار عدم إضافة رمز. الآن بياخذ بيانات الصحة من تطبيق صحتي، ومفروض أنك خلاص يعني مسويها من أول أو تعبي بياناتك العادية. الآن بنسوي متابعة. الآن خلاص جاري تثبيت التطبيقات وتجهيز الساعة، فبيقول لك هنا تعرف على ساعتك وبيعطيك شوية تعليمات خاصة بالساعة، فبعد ما نخلص نكمل. طيب يا أخوان خلاص نسوي موافقة الآن، والآن اشتغلت معانا الساعة بنفس كل البيانات اللي موجودة هنا، حتى نفس الخلفية
نقلها اللي هي الواجهة. فلاحظ معايا الآن الواجهتين نفس الشيء، نفس البيانات الصحية الخاصة فيك، نفس كل شيء. الآن أصبح عندي على تطبيق الساعة 3 ساعات مرتبطة، وأنا بخليه أوتوماتيك، يعني الساعة اللي ألبسها بيتعرف عليها بشكل مباشر، وتقدر تبدل بشكل يدوي لما تطفي هذا الخيار. طيب الآن نشيل الآيفون على جنب ونشوف مميزات الساعة ومواصفاتها الكاملة. طيب يا أخوان، هذه مقاس 45 الأبل ووتش 8. عندنا شاشة من نوع OLED ريتنا، طبعا قابلة لميزة الأولويز أون ديسبلاي، التشغيل الدائم. طبعا هو خيار موجود في إعدادات الشاشة وتقدر تشيله. هذه الشاشة بجودة 396 في 484 بيكسل بمساحة عرض 1143 مليمتر. أما من حيث الوزن فعندنا الساعة تأتي بوزن 38.8 جرام، هذا النوع الألومنيوم. أما الستانلس ستيل بيكون أثقل بشيء بسيط، تقريبا وزنها 51.5. عندنا اللي يميز الشاشة فعليا هو السطوع، تصل نسبة السطوع في هذه الشاشة إلى 1000 شمعة، وهو رقم كبير بالنسبة للساعات الخاصة بالرياضة أو بالصحة أو الساعات الذكية. عندنا الشاشة زجاجية أيون إكس، أما الستانلس ستيل فهو من الكريستال الياقوتي. الستانلس ستيل بتيجي زي هذه. عندنا إطار الساعة من الألومنيوم، والإصدار الآخر يجي من الستانلس ستيل، فهذا هو الفرق في الخامة. عندنا هنا التاج اللي تقدر تتحكم فيه في وظائف كثير. عندنا إزرار هنا اللي هو الخاص بالتشغيل والإيقاف ودفع بالبي، ومميزات جدا كثيرة في هذا الإزرار. وعندنا هنا مجموعة الحساسات، ومنهم الحساس الجديد لقياس درجة الحرارة، وحنتعرف عليهم إن شاء الله لاحق. الساعة مزودة بالمعالج الجديد S8 مع معالج ثنائي النواة، بالإضافة إلى شريحة U1. طيب خلينا نتكلم شوية عن المميزات، سواء مميزات الصحة أو الرياضة. أنت لما تقتني ساعة ذكية فأنت لازم تكون مهتم بهذه الجانبين، الصحة والرياضة. فمن المستشعرات يا أخواني اللي شفناها في أسفل الساعة هي قياس درجة الحرارة أثناء النوم، وهذه بتفيد كثير النساء لأن أيضا تتبع الدورة الشهرية للنساء، فيعني الحرارة معاها ما يعني في شغلات كذا معينة خاصة فيهم. ولكن ما في كذا خيار إنك تقيس درجة حرارة الجسم مثلا أو اليد أو درجة الحرارة بصفة عامة، هي تقيس مع النوم وتعطي النتائج. كل تأكيد من المميزات اللي شفناها في الإصدار السابق، عندنا اللي هو قياس نسبة الأكسجين في الدم، وعشان تقيس بكل سهولة فقط تضغط بدء، ثبت يدك وبيقيس لك درجة اللي هو نسبة الأكسجين عندك في الدم لمدة 15 ثانية وبيعطيك النتيجة. فطبعا لو لقيته أقل من النسبة المعتادة اللي هي تحت 90 تقريبا أو في الثمانينات فلازم تراجع. عندنا أيضا القياس التلقائي لنبضات القلب، وبيجيك إشعارات في حال الارتفاع أو الانخفاض، سواء كان بالرياضة أو بالنوم أو في المشي أو يعني وانت جالس عادي. عندنا أيضا من المميزات هو تخطيط القلب بكل سهولة، تحط أصبعك على التاج 30 ثانية وبيعطيك التخطيط كامل، وبيرسل لك إياه على تطبيق الصحة، تقدر تطبعه PDF وتستخدمه أو تعطيه أي طبيب. وطبعا هذه كل البيانات والقراءات يعني أبل بتوصي أنه يعني ما تعتمد عليها 100% ولازم مراجعة الطبيب، ولكن هي تقريبية، وفي حال لا سمح الله جاك أي شعار غريب على الساعة فلا بد من مراجعة الطبيب. أيضا من المميزات اللي هو اكتشاف السقوط أو اكتشاف الصدمات، لا سمح الله لا صدمت بالسيارة أو شيء، ففي كل الحالات أو سقطت فجأة هي حتتواصل مع جهة الطوارئ اللي انت معينها لنفسك في تطبيق الصحة او الهوية الصحية على الايفون. فاذا كنت حاطط رقم لقريب لك او الطوارئ اللي هي العامة في البلد اللي انت موجود فيها. كل تأكيد الساعة فيها تمارين الى ما لا حدود، يعني جميع انواع التمارين اللي ممكن تتخيلها، وايضا مقاومة للخدوش ومقاومة للغبار بمعيار IP6X، وايضا مقاومة الماء لعمق 50 متر، يعني ما عندك أي إشكالية في السباحة معاها. الساعة فيها مايكروفون وفيها مكبر صوت، فتقدر ترد من خلالها أو تقدر تتصل من خلالها مع الآيفون اللي مقترن بالساعة والموديل اللي فيه شريحة، تقدر تتصل أو تستقبل اتصالات بدون الحاجة إلى الآيفون. وبكل تأكيد من أهم مميزات ساعة أبل هو الدفع عن طريق خدمة الأبل باي. الساعة تعمل بالبلوتوث 5.0 ومثبت عليها بشكل مسبق اللي هو تطبيق الانتباه الذهني أو التنفس اللي هو شهيق وزفير، بالإضافة إلى تطبيق البوصلة. وتم إضافة ميزة جديدة في إصدار الواتش OS 9، وطبعا شرحته بالتفصيل، هترك لك رابطه في آخر الفيديو، اللي هو تتبع المسار.
بإمكانك لو كنت مثلا في البر أو في مكان يعني ما تقدر ترجع لنقطة البداية، حيعطيك مسارك كامل، يصير تقدر يعني ترجع لنفس نقطة البداية اللي أنت بديت فيها، وهذه صراحة ميزة رائعة. ومن اهتمامها بكل تأكيد من الجانب الصحي واللي هو قياس الضوضاء، يعني لو كنت في مكان عالي فيه الضوضاء أو أصوات عالية حتنبهك الساعة حماية لإذنك. الساعة تيجي بمساحة 32 جيجا بايت وتدعم الشحن السريع، فخلال 45 دقيقة تقدر تشحن الساعة من 0 إلى 80% من خلال الشاحن المرفق معها بالعلبة اللي هو السلك الخاص أو الكيبل الخاص فيها التايب سي. كل تأكيد لازم نفس الشاحن، رأس الشاحن يكون يدعم الشحن السريع. أما بالنسبة لبطاريتها فهي 18 ساعة، يعني ممكن يوم يوم ونص، وتمتد إلى 36 ساعة في وضع التوفير. أخيرا الفرقين الحقيقية بين الإصدار السابع والثامن هو قياس درجة الحرارة الخاصة بالجسم أثناء النوم، وهذه حيستفيد فيها النساء بشكل أكبر، كذلك المعالج. ففي الإصدار الثامن عندنا معالج أبل S8، وعندنا في الإصدار السابع معالج أبل S7، وهذا بكل تأكيد حيفرق معاك في استخدام وتصفح الساعة فقط لا غير. غير كذا نفس الشاشة، نفس دقة الشاشة، نفس المميزات. أغلب المميزات جاءت في الإصدار التحديث الجديد الواتش OS 9، نفس المستشعرات، فقط المستشعر الزيادة الخاص بدرجة الحرارة، نفس كل شيء، فقط هذه الاختلافين. هذا الإصدار الثامن المقاس 41، وهذا الإصدار الثامن مقاس 45، فهذه على حسب يدك أنت إيش اللي تناسب يدك. يدك صغيرة بتأخذ هذه، يدك كبيرة بتأخذ هذه، يدك أكبر حتأخذ الألترا. هذا لون ضوء النجوم، لون جميل جدا أيضا، شوفوا مايل إلى الذهبي الخفيف جدا، يعني أشوفه نسائي أكثر. زي ما شفنا مع بعض يا أخوان الفروقات جدا بسيطة وبس تقريبا. إن شاء الله الفيديوهات القادمة حتكون كلها دسمة، سواء كان تخص ساعات أو حتى الآيفونات. تابعونا وأتشرف فيكم جميعا، يعطيكم ألف عافية، لا تنسونا ملاك سبسكرايب في القناة، وفي أمان الله.